نشرة الثامنة من الـ MTV، أهلا بكم. مساء الخير. لا تأجيل للاستشارات النيابية، لا اتفاق على طبيعة الحكومة العتيدة، ولا تحديد لهوية رئيس الحكومة. إنها اللاءات الثلاث التي تتحكم حتى الآن في عملية تشكيل الحكومة. فالتأجيل غير وارد، لأن رئيس الجمهورية كما تشير أجواؤه يرفضه رفضا قاطعا، ولن يقبل به إلا في حال توافق قوى الرابع والثامن عشر، قوى الثامن والرابع عشر من آذار عليه، وبشرط أن يكون الإرجاء لمدة محددة. أما طبيعة الحكومة فالواضح أن ثمة اختلافا عميقا في مقاربتها. ففي حين تدعو قوى الرابع عشر من آذار إلى حكومة لا حزبية ولا سياسية، مهمتها الأساسية إنجاز قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات على أساسه، فإن قوى الثامن من آذار تتمسك بالطابع السياسي للحكومة، ولا تمانع في توزير شخصيات حزبية مرشحة للانتخابات. وبين الموقفين، فإن موقف رئيس الجمهورية أقرب إلى قوى الرابع عشر، لأنه يريد حكومة تشرف على الانتخابات التي لا يزال يشدد على إجرائها في موعدها. لكن المعضلة الكبرى لا تتعلق باللائين الأولى والثانية، بل بالثالثة، فاسم رئيس الحكومة المقبل لا يزال لغزا وفي دائرة التكهنات. قوى الثامن من آذار فضلت في اجتماع عين التيني اليوم التريث، واكتفت بالتأكيد أنها ستذهب إلى المشاورات بموقف موحد، وأن الاتجاه هو إلى اختيار أحد الأسماء التوافقية. أما قوى الرابع عشر من آذار فلن تعلن موقفها قبل الغد، كذلك الأمر بالنسبة إلى النائب وليد جنبلاط. وهذا يعني في القراءة السياسية ألا كلمة سر حتى الآن، رغم حركة المشاورات في كل الاتجاهات، وأن هذه الكلمة قد لا يهمس بها المعنيون قبل بعد ظهر غد أو مساء، أي عشية بدء الاستشارات. توازيا، عاد قانون الانتخاب إلى دائرة الضوء من جديد من خلال اجتماع القيادات المسيحية في بكركي، وقد خرج المجتمعون بقرارات لافتة ومهمة، إذ قررت الأحزاب المشاركة عدم الترشح على أساس الستين، ما يعني دفنا مسيحيا له بممارسة كنسية بطريركية. وعلقت من جهة ثانية مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي سعيا للوصول إلى قانون توافقي. أولا، قررت الأحزاب المجتمعة عدم الترشح على أساس قانون الستين، واعتبار هذا القانون يكرس الإجحاف والغبن اللاحق بالمسيحيين، الأمر الذي سبق ورفضته أغلبية المكونات اللبنانية. كما قررت الطلب من معالي وزير الداخلية وقف عملية قبول الترشيحات على أساس هذا القانون. ثانياً، اتفق المجتمعون على مهلة محددة للعمل على قانون انتخابي توافقي يراعي صحة التمثيل ويؤمن العدالة والإنصاف لجميع المكونات اللبنانية. ثالثاً، تعليق طرح اللقاء الأرثوذكسي حتى انقضاء تلك المهلة. رابعاً، التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أو مع تأجيل تقني بسيط عند الحاجة وفقاً لقانون انتخابي جديد. وللمزيد من المعلومات تنضم إلينا عبر الهاتف الزميلة دونيز رحمي فخري. دونيز، مساء الخير. يعني كنا نستمع إلى هذا البيان، ما هي الأجواء التي سادت الاجتماع؟ نعم، بالفعل فادي، شكل البيان مفاجأة لهذا اللقاء، والذي يعني شكل ردا على كل من يحاول التسلل لإعادة إنعاش قانون الستين. يمكن القول بعد بيان بكركي اليوم أن قانون الستين دفن نهائيا إلى حد الوصول إلى الطلب من وزير الداخلية بوقف قبول طلبات الترشيح على أساس الستين، وذلك لقطع الطريق على كل نائب مسيحي أو غير مسيحي كان ينوي الترشح على أساس الستين. أيضا البند الأساسي المتعلق بتعليق العمل بالأرثوذكسي عكس رغبة الأكثرية الحاضرين بالوصول إلى قانون توافقي، وقد فهم
بحسب المداولات أن لا عودة للأرثوذكسي إلا إذا لم يتم قانون توافقي، وقد حدد مهلة لهذه المهمة. حضر الاجتماع فادي رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون، رئيس تيار المردة سليمان فرنجي، نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، النائب سامي الجميل، النائب ألاعون، والوزير السابق يوسف السعادي. وأود أن أشير إلى أن زيارة وزير الداخلية مروان شهربل إلى بكركي جاءت بناء لموعد سابق كان مقررا مع سيد الصرح، علما أن البطريرك الراعي قد أبلغ الوزير شربل مطلب الأحزاب المسيحية طلب وقف الترشيحات بمباركة بكركي. هذا كل شيء. دنيز رحمي فخري، شكرا جزيلا لك. اجتماع لقوى الثامن من أذار في عين التيني لم يخرج باسم مرشح لرئاسة الحكومة، والرئيس بري تسلم رسالة من البطريرك الراعي لم يعرف مضمونها. تقرير منى صليبة. على بعد يومين من موعد الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدة، عقدت قوى الثامن من أذار لقاء لها في عين التيني. الاجتماع الذي دام لساعتين وربع الساعة بحث في تسمية رئيس حكومة، وأيضا في موضوع الانتخابات النيابية وإمكانية إجرائها والقانون الذي سترسو عليه هذه الانتخابات. التصريح كان للنائب سليمان فرنجي الذي وصف اللقاء بالممتاز، وكل الكلام الذي قيل عن فتور في العلاقة بين مكونات 8 أذار غير موجود ولا أساس له، قال فرنجي مستشهدا بكلام للعماد عون في مقابلة تلفزيونية ولرئيس بري خلال الاجتماع. ولكن ما ينتظره الجميع ألا وهو الخروج باسم لرئاسة الحكومة يبدو أنه لم يتبلور بعد، ربما بانتظار جواب ما. لهلأ لهاللحظة نحن وياكم وكل البلد مش عارف مين الأسامي المطروحة عند إخواننا السنة تنختار، بس اللي بأكد لكم إياه واللي بأكده باسم إخواننا أنه حنروح على المشاورات موحدين، وحيكون فريقنا واحد بالمشاورات، ولكن تتكتمل قدامنا الصورة بالأسامي المطروحة وبالكتل الحليفة والصديقة كيف بدها تصوت، تنروح موحدين على الاستشارات. يعني لغاية اليوم ما طلع اسم؟ لأنه نحن اليوم أكدنا شغلة واحدة أنه حنروح موحدين. الأسامي اللي مطروحة بالانقسام اللي صاير بالبلد منا، إذا بدنا نعتبر منا كتيرة، لأنه اليوم إذا بدنا نختار اسم توافق وإشي، إذا بدنا نختار اسم صدام إشي تاني، نحن نتجه إلى كل الأسامي التوافقية اليوم المطروحة بالبلد. هذا خيار. معقول تمشوا باسم بيطرحوا قوى 14 أذار؟ بدنا نطلع، نحن نتجه إلى اسم أو 8 أذار الأولوية إذا فينا نوصله، أو توافقي أكيد ما حنكون مع اسم 14. بموضوع الانتخابات ما حكيته؟ بلا، ما في انتخابات بوقتها؟ احنا مع نقول ارثوذكسي ما حد غير. وفي ملف الانتخابات افاد مصدر ان المسيحيين تحديدا ركزوا خلال الاجتماع على ضروره اجراء الانتخابات وفق القانون الارثوذكسي ورفض التمديد الا التقني، وعما اذا كان الرئيس بري ابلغهم انه ينوي دعوه الهيئه العامه، قال ما زال يدرس الموضوع. لقاء جمع جملات وارسلان في دارة الاخير ودعوه الى توافق حول اسم لرئاسه الحكومه. زار النائب وليد جملاط الذي ينتظر موقفه كثيرون في مسألة تسمية رئيس الحكومة، زار النائب طلال إرسلان وبحث معه في مختلف الموضوعات، ولكن تصريح جملاط اقتصر فقط على دور إرسلان في وحدة الجبل والأحداث التي وقعت مؤخرا فيه. حصرنا سويا مشكلة المشكلة التي ذهب على إثرها ضحية شهيد في مزرعة الشوف من قلب عيني، هذا موضوع فردي ولتأخذ العدالة مجراها ولننتظر نتائج التحقيق، ونركن جميعا المطرال وشخصيا إلى الدولة اللبنانية التي هي بالأساس كانت فعالة في مزرعة الشوف. أما أرسلان فأعلن أن التنسيق مع جملاط سيستمر في كافة الأمور وتحدث عن نتائج اللقاء. نحن وليد بايك متوافقين بعد ما وصلنا لاسم، بس متوافقين أنه نتعب جهدنا وندور زوايا مع كل القوى المعنية والفعلي لاختيار اسم رئيس حكومي توافقي بين اللبنانيين، لأنه المرحلة بتقضي هيك، مصلحة لبنان بتقضي هيك. بتمنى تتأجل الاستشارات لفتح مجال أكثر
التشاور بين كل القوى لنوصل لاتفاق بالحد الأدنى. أهم شيء هلق نتوصل لاسم رئيس حكومي نقدر نأمن فيه الحد الأدنى من التوافق بين اللبنانيين. وشدد أرسلان على التوافق بين اللبنانيين لأن الانقسام جربناه ودفعنا أثمانا باهظة نتيجته. التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع النائب السابق غطاس خوري موفدا من الرئيس سعد الحريري، وذلك في إطار التنسيق في مسألة التكليف عشية الاستشارات النيابية. جعجع كان التقى أيضا النائب روبير فاضل وعرضا الأوضاع السياسية العامة لا سيما قانون الانتخاب والموضوع الحكومي، فضلا عن التفاهم والتنسيق ضمن قوى 14 من آذار. أكد المطارنة الموارنة أن لبنان لا يستطيع أن يستمر إن حاول أي طرف فرض إرادته على الآخرين، معتبرين أن الوطن ليس مجالا لمشاريع خاصة أو ورقة في يد أي دولة. المطارنة الموارنة وخلال اجتماعهم الشهري في بكركي برئاسة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي شددوا على ضرورة احترام الدستور وفصل الأمن عن السياسة. إن الفراغ في السلطة الإجرائية لا يخدم أحدا، بل يدخل البلاد في حال من الفوضى السياسية. إن احترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها خير دليل على صدقية الأطراف في الحفاظ على الديمقراطية والدستور. إن قانونا جديدا للانتخاب ليس وجهة نظر أو مسألة تفاوض، بل هو قضية ملزمة، ولا نخال أن أحدا يتحمل نتائج التلاعب بالميثاق. فلا حق للنواب بعد 7 سنوات من دراسة مشاريع قوانين للانتخاب أن يتخلفوا عن إقرار القانون الأعدل. في الخاص، ما هو واقع طرابلس بعد استقالة حكومة كانت تضم 5 وزراء من أبنائها وبعد عدم التمديد لريفي؟ طرابلس مدينة لا تستفيق من خضة حتى تأتيها أخرى، فمنذ اندلاع الثورة في سوريا وهي على هذه الحال، أحداث أمنية متتالية ضبطت ساعتها مع توقيت التطورات في سوريا. إلى الهبات الأمنية الساخنة لا يخلو الأمر من هبات سياسية باردة، كان آخرها استقالة حكومة لطرابلس فيها الحصة الكبرى، وبلوغ اللواء أشرف ريفي سن التقاعد وخروجه من رئاسة قوى الأمن الداخلي بعدما رفض حزب الله والتيار الوطني الحر التمديد له. مين غير أشرف الريفي ضمن الأمن هون أو وين من كان؟ هلا بالنسبة للجبل والتبيني مين وقفوا؟ مين هو؟ أشرف الريفي ورئيس الحكومة. رح طرابلس تتأثر بهالاستقالة؟ إجمالا لبنان كله عم يتأثر بكتير أمور، يعني ما لها علاقة هالاستقالة، ما حتقدم ولا حتأخر. صدمة كبيرة لهالبلد وخسارة يعني. في شوارع المدينة يافطات تدعم خطوة الاستقالة وصور للواء ريفي أينما مررت، منها مع الرئيس سعد الحريري وأخرى مع الرئيس ميقاتي. وحده شارع سوريا غريب عن هذه المظاهر، هنا لا يافطات ولا صور إلا لشهداء سقطوا في الأحداث الأخيرة بين باب التباني وجبل محسن. استقالة الرئيس ميقاتي وخمس وزراء من طرابلس بتأثر عليكم برأيي؟ لك ميقاتي كتير منيح، نحن ما بنطلع عنه أعوذ بالله. استقال ولا مش استقال ما في دولة، هي أول شغلة. تاني شغلة، نحن عندنا 5 زعماء بطرابلس، هالخمس زعماء إذا بيحطوا إيديهم ببعضهم بيشغلوا نص هالشعب الطرابلسي اللي قاعد بلا شغل، هي أول شغلة. بس هيك ما صار يعني؟ لا ما صار، وين صار؟ فرجيني. نحن بطرابلس ما بيهمنا يكون رئيس الوزارة من طرابلس ولا من غير طرابلس، بيهمنا يكون رئيس وزارة لكل لبنان، بيخدم كل لبنان مش منطقة محددة. إن استقال ولا ما استقال بالنسبة لنا مثل بعضهم. استقالة ميقاتي واستبعاد ريفي استهداف مزدوج للطائفة السنية يقولها الطرابلسيون. تنقسم الآراء حول ميقاتي لكنها تجمع على ريفي، أمر نادر أن يلتقي أبناء مدينة ورغم انتماءاتهم المتعددة على شخص واحد. حضرة سيد اللواء أشرف الريفي زعيم وابن دولة ووطني بهالبلد، ونحن كلنا من أيده. ما حدا خدم هالبلد وفش خلق شوي أهل هالبلد إلا اللواء ريفي. مش بس الطرابلسية، اللبنانية كلهم حيقدروا يعرفوا بالأيام الجاية قديش كانت مهمة أنه يجددوا للواء ريفي.
قد لا تحظى طرابلس بفرصة أخرى بأن تتمثل بحكومة بالحجم الذي كانت عليه في حكومة ميقاتي، لكنها وإن لم يحصل التمديد فستحظى بفرصة دخول ريف الخارج من السلك العسكري إلى المعترك السياسي ومن موقع قوة. على مثال التعلق بحبال الهوى، يتعلق أهالي طرابلس بكل ما من شأنه أن يؤمن الاستقرار والحياة الكريمة لأبنائهم. هم ينقسمون بآرائهم حول الرئيس نجيب ميقاتي، لكنهم يلتقون حول شخص اللواء ريفي، ما قد يؤسس منذ الآن إلى طبيعة الانتخابات النيابية المقبلة. من طرابلس، دنيز رحمي فخري، MTV. وقع وزير الدفاع فايز غصن قرار تأجيل تسريح مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن إدمون فاضل بناء على اقتراح قائد الجيش العماد جون قهواجي. مروحية سورية تطلق صاروخين على عرسال، والأهالي يطالبون الدولة بالتحرك السريع. من مشارف عرسال إلى داخل بلدة عرسال انتقل القصف السوري، فهذه المرة المسافة أقرب، والصواريخ لامست المنازل وشظاياها دخلتها. وفي التفاصيل، أن مروحية سورية اخترقت الأجواء اللبنانية لتطلق صاروخين على البلدة. هنا على مسافة نحو 2 كيلومتر من حاجز الجيش اللبناني سقط الصاروخ الأول، وعلى بعد نحو كيلومتر منه سقط الثاني خلف هذا الجبل، حيث رصدت كاميرا MTV آليات للجيش اللبناني تتفقد المكان. أم علي روت لنا تفاصيل ما حصل. قديش بيبعد مطرح ما وقع الصاروخ عن بيتي؟ تقريبا شي 100 متر. وشو اللي صار تحديدا؟ أي ساعة وشو شفتي؟ على 10:11. شو صار؟ الطيارة بينت على وقت العليت وكانت واطية كتير. وسمعتي شفتيها عم تقصف صاروخ؟ ايه. أهالي البلدة الذين حضروا إلى المكان طالبوا الدولة بالتحرك السريع قبل فوات الأوان. نحن بنناشد رئيس الجمهورية فقط، لأنه هو رئيس الأمة هم بلبنان، يا بيحمي الأرض أو بيشيل جيشه من هنا، ونحن بنحمي حولنا من سوريا. كيف يعني معكم سلاح تحموا حالكم؟ كأنه معنا ولا ما معنا، هذا شيء بخصنا نحن، ما بخصك أنت ولا بخصهم هني. ما كيف، ما أنا عم بسأل، أنت عم بتقول بحمي حالك، نحمي حالنا، كيف تحموا حالكم؟ لأنه نحن ما في ورونا حدا يحميني. إن طلعنا بسلاحنا بأشرطنا يا جيش ونضلينا قاعدين بدنا نموت، فنحن على الجنبان أكليني. يشيل لي جيشه من هان ونحن علينا بالثورة بجيش بالثور الأسي. هذا وسقطت قذيفتان من دبابة سورية على مشاريع القاع، ما تسبب بنفوق عدد من رؤوس الماشية. مرة جديدة تخترق السيادة اللبنانية من دون أن يحرك المعنيون ساكنا، سيادة حماتها انتقلوا من حكومة نأي بالنفس إلى حكومة تصريف أعمال، عاجزة هي أيضا عن ضبط حدود وطنها. من عرسال، جويس عائقة، MTV. طائرة روسية في بيروت تحمل مساعدات إنسانية للاجئين السوريين. 36 طناً من المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان حملتها طائرة روسية هبطت بعد ظهر الأربعاء في مطار رفيق الحريري الدولي، تنفيذاً لقرار موسكو الصادر في 20 شباط الماضي بشأن مساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين. المساعدات التي تشمل بطانيات، مأكولات للأطفال ومواد غذائية، مولداً كهربائياً وأدوات منزلية، تم تسليمها للهيئة العليا للإغاثة في حضور السفير الروسي. أي شحنة الأولى من 4 شحنات مبرمج إيصالها خلال شهر أبريل، نفعلها ليست لDI، بل قدر الإمكان نحاول أن نسهل الأحوال للناجحين السوريين في لبنان ونخفف أعباء التي يتحملها لبنان دولة وشعبا. وتم الاتفاق المبدئي حول تقديم لهذه المساعدة الإنسانية خلال اللقاء الذي تم في موسكو في شهر يناير بين الرئيسين فلاديمير بوتين وميشيل سليمان، وتم الاتفاق على أساس أنه نحن متعاطفين مع الناس السوريين ومع اللبنانيين. وأكد السفير الروسي نهج بلاده المستقيم لمصلحة التسوية السياسية للنزاع السوري عن طريق وقف أعمال العنف وإجراء الحوار بين السلطات السورية والمعارضة وفقاً لبيان جنيف. هجوم عنيف من الأسد على تركيا وفرنسا لا تزال تبحث موضوع تسليح المعارضة.
في رد عنيف على مواقف تركيا الداعمة المعارضة السورية والرافضة أي مساع للحل بوجود الرئيس السوري بشار الأسد، خرج الأخير بهجوم مضاد متهما رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان بالكذب في كل ما يتعلق بالأزمة السورية منذ بدايتها، رافعا بذلك حدة الأزمة بين النظام السوري وتركيا. هذه الاتهامات تزامنت مع توعد نظام المجموعات الإرهابية مرة جديدة، وهي التسمية التي يطلقها على عناصر الجيش السوري الحر والمقاتلين السوريين. في التفاصيل أنه ومع اشتداد المعارك في محيط العاصمة السورية دمشق التي تعتبر قلعة محصنة للنظام السوري، كثف الطيران السوري غاراته على أطراف المدينة التي تضم جيوبا للمقاتلين المعارضين مع تكرر سقوط قذائف الهاون على وسط دمشق. كما يحاول النظام أحكام سيطرته على مدينة دارية جنوب غرب دمشق التي شهدت معارك ضارية. في هذا الوقت وجه بطريرك الروم الكاثوليك لأنطاكيا وسائر المشرق غريغوار الثالث لحام نداء إلى البابا فرانسيس لمساعدة سوريا، وأكد البطريرك أن المسيحيين غير خائفين من المسلمين بل من الفوضى التي تزداد تجذرا في الشرق الأوسط. أما بالنسبة إلى تسليح المعارضة فأكدت فرنسا أنها لم تحسم موقفها بعد بشأن رفع الحظر على إرسال أسلحة إلى سوريا بانتظار معرفة ما إذا كان من الممكن الوثوق بالمعارضة. بعد الإعلان، الزواج المدني جائز في لبنان. أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان فحصا طبيا دوريا في مستشفى المشرق وهو بصحة جيدة، وعاد إلى بعبدة لمزاولة نشاطه. هذا وعرض مع وزير البيئة ناظم الخوري التطورات عشية الاستشارات، كما اطلع من مدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل على الأوضاع الأمنية قبل أن يستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجي سالم، ومن زوار القصر الجمهوري المجلس الجديد للرابطة المارونية برئاسة النقيب سمير أبي اللمع. خطف سائق تاكسي يدعى جوزيف عيسى الخولي في منطقة الدورة ليلة الثلاثاء قبل أن يتصل قاطفوه فجرا بزوجته مطالبين بفدية مالية قدرها 50,000 دولار أمريكي في مقابل الإفراج عنه. المخطوف من بلدة رياء البقاعية ومن سكان بلدة غزير. إلى ذلك أفرج عن السوري سعيد حموي الذي كان خطف الاثنين الماضي في منطقة أدونيس، وذلك بعدما تم دفع فدية مالية للخاطفين قيمتها 80,000 دولار. نقابة المؤسسات البحرية في لبنان تعتبر أن الإشغالات غير القانونية ليست محميات سياسية، وتؤكد استعدادها للمضي في إقرار قانون التسوية من أجل قوننة هذه الإشغالات. مع اقتراب فصل الصيف عقدت نقابة المؤسسات البحرية في لبنان مؤتمرا صحفيا طالب فيه رئيسها جون بيروتي بإقرار قانون التسوية، أي قوننة الإشغالات غير القانونية التي تشكل 18% من مجمل الإشغالات القائمة، بينما 72% هي إشغالات مرخصة، فيما 10% من الإشغالات هي غير قابلة للتسوية مبدئيا. شرعية لكنها غير قانونية، هذا هو التوصيف القانوني للإشغالات غير المرخصة. إن هذه الإشغالات قامت في زمن الحرب، حيث عمد العدد الأكبر منها إلى الاستحصال على تراخيص من المراجع الرسمية المختصة، ولم يكن بنية أحد التجيير الملكي أو الغصب أو السرقة. التسوية ليست استملاكا أو بيعا للملك العام أو تشريعا لاستيلاء. إننا نعلن أن التسوية ليست سوى فعل قوننة لهذه الإشغالات وللملك العام، ويتم استردادها من قبل الدولة في أي حين دون تعويض مالي للشاغل، وللشاغل أن يدفع ما يتوجب عليه سنويا من هذه البدلات. وقد ناشد بيروتي المسؤولين متابعة الموضوع وصولا إلى تسوية تعطي مال الدولة للدولة وتنصف القطاع السياحي البحري الذي وبحسب بيروتي يوفر 30,000 فرصة عمل بشكل ثابت وموسمي. أنجزت الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل ردها على الأسئلة القانونية التي طرحتها عليها وزارة الداخلية في شأن تطبيق عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية، وأتت هذه الأجوبة مؤيدة لمضمون استشارتها السابقة حول جواز إجراء الزواج المدني في لبنان بحسب بيان صادر عن وزارة العدل. وهذا سيرسل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي هذه المطالعة الجديدة لوزارة الداخلية ليبنى على الشيء مقتضاه. نشاطات محلية متفرقة في هذا التقرير.
افتتحت شبكة مدارس سابس الدولية دورتها الرياضية الإقليمية التاسعة في رياضات كرة السلة، كرة القدم، السباحة والجري والقفز الطويل بمشاركة ما يقارب 1000 طالب قدموا من 23 مدرسة من مدارس سابس من 12 بلدا. وهذه المرة استضافت شبكة سابس دورتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا على ملاعب مدرستي شويفات الدولية دبي والشارقة. أطلقت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب وحدة بناء السلم الأهلي خلال لقاء عقد في مكتب الجمعية في بعلبك في حضور عدد كبير من شخصيات المنطقة. رئيس الجمعية الدكتور رامي اللقيس قدم شرحا للمشروع فأشار إلى أنه يهدف إلى إشراك الناس في الحياة المدنية. لمناسبة اليوم العالمي للتوحد أضاء مركز الشمال للتوحد البيت اللبناني الأثري في جبيل باللون الأزرق بمشاركة رئيسة جمعية الميدان السيدة ريمة فرنجية، وتم التشديد في المناسبة على أهمية نشر التوعية عن حالة التوحد للتوصل إلى دمج الأطفال في المجتمع والمدارس. جمعية هارت بيت تكرم نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية وعددا من الشخصيات. كرمت جمعية هارت بيت التي تعنى بعلاج ذوي التشوهات الخلقية في القلب والأمراض المزمنة ممثلة برئيسها الدكتور رمزي قاشوش كل من نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة ليلى صلح حميدي والوزير السابق ريمو عودي والسيدة روز أنطوان شويري ورئيس مجلس إدارة كازينو لبنان حميد كريدي، وذلك تقديرا لعطاءاتهم ومساندتهم المستمرة والدائمة لها. وكرم مستشفى أوتيل ديو بوصفه شريكا رئيسيا في إنجاح الجهود الخيرة التي تبذلها الجمعية. النبل هو أن تعطي من نفسك للضعيف لا أن تخسر من نفسك للقوي. رسالتنا واحدة، نداوي وطننا الجريح على طريقتنا، طريق التضحية. وتحية للمكرمين صديق ريمو عودي اللي دايما هو والست روز شويري وحميد، صرنا الرباعي نلتقى على الخير. والشكر الكبير الكبير حقيقة اللي بيجي لنا مستشفى أوتيل ديو هالصرح العريق، لو ما رعايته لأننا ما كنا قدرنا نجحنا ولا هالعلاقة قدرت كملت بين هارت بيت ومؤسسة الوليد بن طلال. وأنا بدي أحكي شغلي يمكن غيري ما بيقدر يحكيها، نحن بمؤسسة الوليد بن طلال تهمنا أوقات أنه نحن عنا انحياز، وخلينا نقول انحياز يمكن للمسيحيين، وقت بيشوفوني دايما بأوتيل ديو وعاملي كل برامجي مع أوتيل ديو، رمزي ولا عصام ما حكوها إنه على 90% من اللبنانية يمكن في 50% من المسلمين تتحكمهم. التكريم جرى بحضور شخصيات سياسية وعسكرية وطبية واجتماعية. بعد الإعلان البابا يسجد أمام ضريح الطوباوي. الحريات الإعلامية مهددة في مصر في ظل ملاحقة رموز معارضة النظام. التفاصيل في تقرير هشام مهران. إهانة الرئيس وازدراء الأديان، تهمتان ستطاردان على ما يبدو وسائل الإعلام المصرية الخاصة والمستقلة في ظل نظام حكم الإخوان المسلمين. أول الضحايا المرشحين للسجن الإعلامي الساخر باسم يوسف الذي أكد استمراره في تقديم برنامجه اللاذع رغم التحقيقات القضائية. برنامجي سيستمر واللهجة ستتصاعد أكثر فأكثر. الحكومة تعلق فشلها على الإعلام، لدينا سلطة فشلت في تلبية كل وعودها وهي تنتظر من الناس أن تظل صامتة، وهذا لن يحصل. الأزمة تصاعدت بتوجيه إنذار حكومي بإلغاء ترخيص قنوات سي بي سي بسبب برنامج باسم يوسف وما يتضمنه من إهانة لرموز الدولة حسب الإنذار. فيما وقع تراشق بالبيانات بين الرئاسة والخارجية المصرية من ناحية والإدارة الأمريكية القلقة من تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير في مصر. What's he been sabotaging Egypt's infrastructure or harassing Egyptian women on the streets or unemploying Egyptian people? What's he do? Bassam Youssef hosts a TV show known for poking fun at the president. وفيما يؤكد وزير الإعلام المنتمي للإخوان أن مساحة الحرية الحالية لم يشهدها الإعلام المصري منذ 150 عاما، تؤشر الملاحقات القضائية للإعلاميين إلى ضيق الإخوان بانتقاد سياساتهم التي سببت حالة انقسام سياسي غير مسبوق في مصر. باسم يوسف بيقوم بوظيفة الأراجوز في الفولكلور المصري. الأراجوز بيصنع واقع غير موجود وبيركب حاجات على بعض، وبعدين في النهاية بيعرضها فبيقوم بعملية فبركة.
وفق محللين فإن الغرض الإخواني من تهديد الإعلامي باسم يوسف بالسجن وهو ترهيب الإعلام الخاص والمستقل لم يتحقق، بل جاء بنتائج عكسية حيث ازدادت شعبية يوسف وحصل على دعم سياسي واضح وسط حالة من الترقب لما ستتضمنه الحلقة القادمة من برنامجه. هشام مهران، MTV، القاهرة. نزاع الكوريتين، لقاء روحي بابوي وأمن أفغانستان في هذا التقرير. في أفغانستان قتل أكثر من 40 شخصا وجرح 70 في هجوم لطالبان على محكمة في مدينة فرح، وشن الهجوم 5 مسلحين، وبعد انفجار سيارة عند مدخل المبنى اقتحم 3 رجال المكان وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن في الهجوم الذي تبنته حركة طالبان. منعت كوريا الشمالية العمال الكوريين الجنوبيين من الدخول إلى مجمع صناعي مشترك بين البلدين في خطوة تأتي ضمن التوترات المتزايدة منذ أسابيع بين بيونغ يانغ من جهة وسيول وحليفتها واشنطن من جهة أخرى. ويقع المجمع الصناعي داخل كوريا الشمالية على بعد 10 كيلومترات من الحدود، وهو افتتح عام 2004 كبادرة تعاون بين الكوريتين. وبعيدا من أخبار السياسة، زار البابا فرانسيس ضريح البابا الطوباوي يوحنا بولس الثاني في كاتدرائية القديس بطرس في الذكرى 8 لوفاته، وركع البابا وصلى طويلا أمام ضريح الطوباوي، كما توقف أيضا فترة وجيزة للصلاة أمام ضريحي الطوباوي يوحنا 23 والقديس بيوس العاشر. يذكر أن البابا الفخري بنديكتوس 16 كان أعلن سلفه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني طوباويا في الأول من أيار عام 2011. ماذا في سر اليوم؟ لا تخفي شخصيات شيعية مرموقة رسمية واجتماعية ودينية خوفها الكبير على مستقبل الطائفة كمكون ميثاقي أساسي في التركيبة الوطنية بفعل الانغماس الخطر لحزب الله في الدفاع عن النظام السوري. إلى الاقتصاد مع الزميلة جيسي تراد قسون. مساء الخير. مثل ما توقعنا انخفض صباح اليوم سعر صفيحة البنزين 300 ليرة والمازوت 200 ليرة. منتابع الأسعار الجديدة لهالأسبوع. أيضا لبنانيا اتفقت شركة روس نفط الروسية مع إكسون موبيل الأمريكية للتقدم بعرض مشترك بعطاء للتنقيب عن النفط والغاز قبيلة سواحل لبنان، وطلبت نحو 200 شركة وثائق التأهل المبدئي لجولة امتيازات التنقيب عن النفط والغاز بالمياه اللبنانية على أن تعلن أسماء الشركات المؤهلة بمنتصف نيسان. كما وقع اليوم وزير الطاقة عقد جديد مع شركة IOM لإجراء مسح إضافي للمياه اللبنانية بتقنية جديدة بطال 1650 كيلومتر بالبحر، وما بكبد الدولة اللبنانية أي كلفة بل بتتقاضى منه أرباح. خليجياً، أعلنت دبي أن مطار دبي وورلد تريد سنتر الجديد بمنطقة جبل علي رح يفتح أمام رحلات الركاب اعتباراً من 26 تشرين الأول، ورح تقوم شركة ناس السعودية بتسيير رحلات بين دبي والمملكة وشركة ويز من المجر بتسيير رحلات إلى وسط وشرق أوروبا، ورح يصبح هالمطار أكبر مطار بالعالم عند إنجاز جميع مراحله مع قدرة استيعابية عند 160 مليون مسافر سنوياً. إشارة أن مطار دبي الدولة استخدموا 57.6 مليون مسافر بال 2012. أوروبيا، أكدت قبرص أن رح تطبق بالكامل خطة الإنقاذ اللي تم التوصل إلى مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد للحصول على 10 مليار يورو وتجنب الإفلاس، وبموجب خطة الإنقاذ رح يكون على قبرص أنه تخفض إلى حد كبير حجم قطاع المصرفي وتزيد الضرائب وتقلل من عدد موظفي القطاع العام وتخصص بعض المؤسسات الحكومية. ومذكرة التفاهم بتنص على تسلم قبرص القرض مع فائدة بتتراوح بين 2.5 و2.7% على مدى 12 سنة بعد فترة سماح من 10 سنوات، على أن تتلقى الدفعة الأولى الشهر المقبل. وبتشهد قبرص انكماش مع نسبة بطالة بتبلغ 15%، ويتوقع أنه ترتفع هالسنة والسنة القادمة.
أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اللي بيواجه هجمات المعارضة اللي بتطالبوا باستقالات أخرى على أثر فضيحة جيروم كاوزاك أن الحكومة رح تعرض على البرلمان مشروع قانون بيهدف لضمان كشف ومراقبة ممتلكات الوزراء وكل البرلمانيين. وكان اعترف وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاوزاك بامتلاكه حساب مصرفي خارج البلاد وأنه كذب على السلطات ببلاده. وبحسب محامي كاوزاك الأموال الموجودة بحساب موكله بالخارج تقدر ب 600 ألف يورو وأتت معظمها من عمله كجراح سابق. هذه كانت أخبارنا إلى جولة الأسواق. بعض المكاسب اليوم ببيروت بظل عودة أسهم سوليدار إلى الارتفاعات الجيدة. بعد الارتفاع ولكن المحدود رح نلاحظه أيضا بالخليج بظل تأثر المعنويات بأزمة أوروبا وضعف النمو بالولايات المتحدة. ننتقل طبعا إلى أوروبا. اليوم بالأسواق الأوروبية رح نلاحظ بعض التراجعات كونها تأثرت ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة أبرزت المخاوف بالأجل القصير من أن النمو الاقتصادي العالمي رح يجي لتبرير المكاسب اللي سجلتها أسواق الأسهم مؤخرا. طبعا وول ستريت تأثرت ببيانات التوظيف بالشركات ووتيرة نمو قطاع الخدمات الضخم بالولايات المتحدة اللي تباطأ الشهر الماضي، هو ما ألقى بظلاله على توقعات النمو العالمي اللي بيأثر طبعا على مستقبل أرباح الشركات وبالتالي بتتراجع أسهمها طبعا الشركات المدرجة. الذهب أيضا تراجعت أسعاره لتواصل انخفاضها مع تأثر جاذبية المعدن كملاذ آمن مع انحسار بواعث القلق بشأن قبرص والأونصة عند 1553 دولار. كما تراجعت أيضا أسعار النفط بعد ما أظهرت بيانات زيادة بمخزونات الخام الأمريكية التجارية وبرنت عند حدود 108 دولار. أخيرا اليورو عم بيستقر بهاللحظات مع ترقب لنتائج اجتماعات المركزي وعم بيسجل مستوى 28.44 تحديدا. نهاية الاقتصاد، منتابع ما تبقى من الأخبار. يعطيك العافية جيسين. ملحدو الولايات المتحدة يرفضون الدولار المؤمن. ارسل دكاش والتفاصيل. من أشهر الجمل يلي منشوفها هي جملة In God We Trust الموجودة على الدولار الأمريكي، لكن هالأمر معقول يتغير بما أنه واحدة من أكبر منظمات الملحدين بالولايات المتحدة قدمت دعوة قضائية ضد وزارة الخزانة الأمريكية، وهالدعوة عم يتم درسها من قبل محكمة نيويورك. الأمر يلي عم بتطالب فيها المنظمة هو الإطاحة بهالعبارة الشهيرة موجودة على أشهر عملة بالعالم، يعني الدولار الأمريكي إن كان الورقي أو المعدني. المحاولة هي الثانية من نوعها لكنها جدية أكثر هالمرة بما أنه حيثياتها وموجباتها مدرجة ب116 صفحة، والملخص من هالدعوة هي أنه الملحدين مش قادرين يتحملوا هالعبارة الجارحة لمشاعرهم حسب قولهم، وهن بيأكدوا أنه كلمة نحن بالذات بتعني الجميع وهن مش من هالجميع لأنهم غير مؤمنين بالأصل. هالمنظمة الملحدة بترأسها المحامي مايكل نيودو يلي انشهر بكفاحه وخوضه دعاوى كبيرة لإلغاء موضوع تلاوة القسم يلي بيعملوا الأولاد بالمدارس الرسمية بما أنها بتحتوي على كلمة الله، وهي هدفها حاليا إبعاد الكنيسة وشعاراتها عن مجمل الحياة الأمريكية. ولهالسبب بدأت من شهر شباط بجمع كل الناس والمنظمات يلي ممكن تتكاتف معها، واستطاعت جذب 19 مركز وجمعية للملحدين والمؤيدين وتقدمت الدعوة باسم الجميع، إشارة إلى أن الولايات المتحدة اعتمدت عبارة بالله نؤمن كشعار عملتها الخضراء عام 1783، وتم التأكيد على قبول الأمريكيين بهالجملة عام 2003 باستطلاع كانت نتيجته أنه 90% بيتقبلوها بوقت رفض 3% والباقي ما أبدوا أي رأي بالموضوع. إلى الرياضة مع ساندرين جبرة. مساء الخير. البداية مع كرة القدم وذهاب الدور ربع النهائي من تشامبيونز ليج، حيث أحرز مبارح بايرن ميونخ الألماني فوز مهم على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2-0 بوقت انتهت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على ملعب الباك دي برانس بالتعادل 2-2. أما اليوم فتستكمل هالمرحلة من البطولة ومباراتين منتظرة بيستقبل فيها ريال مدريد فريق غلاتا سراي وملقا فريق بروسيا دورتموند الساعة 10 الربع بتوقيت بيروت.
مباراة اليوم بين ريال مدريد وجلاتا سراي رح تكون بمثابة إعادة لمواجهة مماثلة بالدور ذاته والبطولة ذاتها قبل 12 سنة. وعلى المدرب البرتغالي خوسي مورينيو أنه أمير جمهور الريال عالية جدا، وهي مدعومة بالأرقام الممتازة والسجل الحافل للنادي الإسباني على أرضه على المستوى الأوروبي. فريال مدريد لعب 16 مواجهة أوروبية على أرضه من وقت استلام مورينيو القيادة، فاز ب 13 مباراة منها، تعادل باثنين وخسر وحدة. كما أنه سجل المدرب البرتغالي ناجح بنسبة 100% بهالدور من الدوري الأوروبي بعد ما فاز بالمواجهات الستة يلي قادها كمدرب بالدور ربع النهائي. من جهة تانية مدرب الفريق التركي فاتح تريم قال أنه سعيد جدا بوصول فريقه إلى هالدور للمرة الأولى من عام 2001، وأكد أنه الفريق رح يقدم كل ما عنده بمباراة اليوم ورح يتكل بشكل كبير على لاعبين المميزين مثل ديدي دروغبا والهولندي واسلي شنايدر وبوراك يلماز، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف بالمشاركة مع رونالدو. من جهة تانية على ملعب لروزاليدا بمالاغا بيستضيف مالاغا الإسباني يلي بيشارك بالمسابقة للمرة الأولى بتاريخه فريق بروسيا دورتموند الألماني حامل اللقب عام 97. وقال مدرب دورتموند يورغن كلوب أن المباراة يلي جرت أمام شتوتغارت بالدوري المحلي كانت صعبة جدا وأدت إلى إصابات عديدة، كان أحد ضحاياها المدافع مارسيل شميلزر يلي رح يغيب عن مباراة اليوم، لكن بنفس الوقت كانت مباراة استعدادية لمواجهة مالاغا. كما أضاف كلوب أن الفوز الوحيد يلي حققه فريق بروسيا دورتموند بإسبانيا كان بالموسم نفسه يلي فاز فيه بلقب تشامبيونز ليج، وهيدي إحصائية بتزيد من معنويات الفريق الألماني. بالNBA استضاف مساء امبارح ميامي هيت متصدر المنطقة الشرقية والدوري فريق نيويورك نيكس على ملعب أمريكان إيرلاينز بولاية فلوريدا. هالمواجهة النارية شهدت غياب نجمي ميامي لبران جيمس ودوين ويد بسبب الإصابة، بوقت كان عم يستفيد نيويورك من عودة صانع ألعابه تايسون تشاندلر بعد غياب طال 10 مواجهات. تألق بالمباراة نجم نيويورك كارميلو أنتوني يلي سجل 50 نقطة بين 7 ثلاثيات، أما عند أصحاب الأرض فكان أفضل مسجل كريس بوش مع 23 نقطة و 6 ريباوندز، إلا أنه أدائه ما كان كافي لمنع فريقه من تلقي الهزيمة بنتيجة 192 ويحقق نيويورك بالتالي فوزه التاسع على التوالي. إشارة أنه أيضا امبارح فاز الـ ليكرز على دالاس مافريكس وأزاحه من المنافسة على البطاقة الثامنة والأخيرة المؤهلة إلى البلاي أوف، كما فاز أيضا واشنطن ويزردز على شيكاغو بولز. هذا كان كل شيء بسبور لهلا، فادي وجسيل عبد الله. يعطيك العافية صندرين. والأحوال الجوية مع أليم رمين أبي هيلة. مسعر مثل ما خبرناكم بنشرتنا السابقة، طقسنا رح يتغير بكرة ويتحول إلى ممطر مع هواء قوي وحرارة منخفضة، ورح نشهد أول ثلجات نيسان على ارتفاع 1800 متر وما فوق. اتجاه الرياح الشمالي غربي لشمالي شرقي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 20 و21 درجة، على الجبيل بين 5 درجات و15، أما بالداخل فبتتراوح بين 14 و15 درجة. رطوبة عالية، الهواء خفيف لمتوسط السرعة بيقوى ببعض الأوقات، البحر معتدل والجو غائم إلى ممطر مع ثلج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. جولة من الجو بتخدنا فوق بعض المناطق وضيعة اللبنانية لنشوف كيف طقسها ومنبلش جولتنا. من مشتى حسن 16 درجة، بشمزين 9، بشعلة 19 درجة، حملية 17 درجة، 20 درجة ببسيبة، رشمية 16، 17 درجة بجزين، وطقسنا ممطر بكافة المناطق، بنت جبيل ودير ميميس 15 درجة، 15 درجة بالمنصورة سعد نايل 14، والختام بالقاع مع 15 درجة. لمحة سريعة عن طقس بكرة والثلاث أيام الجايين، بكرة الخميس بتسجل الحرارة 21 درجة بالنهار وطقسنا ممطر، طقسنا بيستقر على هالشكل لنهار الجمعة، بيتحول إلى غائم السبت مع 23 درجة وطقسنا مشمس وصافي الأحد، وبترتفع الحرارة لل 27 درجة. أما الصورتين اللي اخترناهم لليلة ووصلونا على يوريبورت الموجودة على ويب سايت الام تي في والام تي في أب، فهني من عبد القادر العمرية، والصورة الثانية فهي من سامي الرطل من أنفي. هيدي كانت أخبار الطقس لليلة، أنا بلاقيكن بكرة. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا، لمزيد من الأخبار تابعوا أم تي في لبنان نيوز على موقع تويتر، أم تي في لبنان على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.